ثلاثة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه. النهاردة يا جماعة في نصيحة مهمة قوي قوي لازم نخلي بالنا منها. النصيحة دي هي ايه؟ كتير من الناس عندها توتر، كتير من الناس عندها قلق، كتير من الناس خايفين من المستقبل. سبحان الله، طب لو عرفتكم السعادة هي ايه؟ ممكن واحد سبحان الله جاب عربية جديدة هيبقى سعيد، واحد جاب شقة جديدة هيبقى سعيد، واحد مراته بطلت تشخر بالوهي نايمة هيبقى سعيد قوي. يا سلام، ده حاجة جميلة خالص. ففي حاجات كتير ممكن الإنسان يخلق السعادة حواليه ويكون سعيد، ولكن هي ممكن تكون سعادة مؤقتة. ولكن أعظم سعادة إن الإنسان مننا يكونش عنده توتر أبدا، يكون سعيد إن هو يكون يلتصق بالله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العلماء يقولوا إن الأموال تطمئن الجيوب، والنساء تطمئن الفروج، والإيه؟ وأنا بذكر الله تطمئن ليش القلوب. ففي بقى الانسان سبحان الله ممكن يطلع من موضوع التوتر ده هو اللي هو عايش فيه، بانه يكون سعيد يخلق السعاده. والتوتر ده مصيبه كبيره. يعني الانسان مننا سامتايمز احنا بنخاف من بكره، بنخاف من المستقبل، وبنكون عندنا توتر وغضبانين وقلقانين وما بنعرفش نفكر صح، وجيلنا ضغط وجيلنا سكر وجيلنا امراض الدنيا كلها. ليه؟ بسبب التوتر وسبب قلة الإيمان، بسبب الخوف من المستقبل. طب ما ربنا عز وجل بيقول لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ها؟ ما تفرحش باللي هيجي ولا تحزن على اللي راح، عيش يومك ولا تفكر في الغدي. سبحان الله. فربما يأتي الميعاد للمرقدي كما يقولون. فلذلك الإنسان مننا يحاول يفهم المنطق ده. التوتر ماليش أي لازمة، يحاول يعمل كنترول للغضب بتاعه. يحاول يكون سعيد ان هو يطيع رب العالمين، يكون في حضرة رب العالمين. الصلاة ديت افضل علاج، افضل علاج، افضل علاج عندما تسجد لله سبحانه وتعالى، عندما تضع وجهك في الارض وتكلم الله سبحانه وتعالى وهو من فوق سبع سماوات فوق عرشه، فوق كرسيه فوق عرشه، يستمع الى ندائك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا حسبه امرك ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها يا بلال. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين امنوا، سبحان الله، هؤلاء الناس الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا جماعة، عشان نخرج من السيطرة على التوتر والقلق ومشاكل العصر اللي احنا عايشين فيه ده، ربنا والله ما إلنا إلا رب العالمين. في وسط هذا الفيضان، في وسط هذه الفتن، في وسط هذه المشاكل كلها، علينا بسفينة النجاة. سفينة النجاة إيه؟ سفينة نوح عليه السلام، المسجد بيت رب العالمين. قال في بيوت إن أذن الله أن ترفع وذكر باسمه. قال الله نور السماوات والارض، فين؟ في بيوت ان الله ان ترفع ذكر فيها اسمه. فنور ربنا وهدايه ربنا والترانكواليتي والسكينه والرحمه والمغفره، كل ده في بيت الله سبحانه وتعالى. كل ده عندما تسجد سجده لله سبحانه وتعالى، تخرج من التوتر، تخرج من القلق، تخرج من مشاكلك اللي في الدنيا دي كلها بالخمس صلوات. لذلك ربنا خلاهم في اوقات مختلفه، في الليل وفي النهار. ما كان ممكن يقول لك يا عم اعملهم كلهم في الصبح او اعملهم كلهم اخر النهار وخلصنا. لا، ده عايز يربطك بيه. عايز يربطك بيه ليه؟ عشان تضلك ملتصق في الله سبحانه وتعالى. يبقى عندك الجرعة اللي تاخدها في أوقات معينة دهيت تخليك تبعد عن التوتر، تخرج من الدنيا شوية، ترجع لله سبحانه وتعالى، فيعمل لك عملية تنظيف. بيعمل لك عملية إيه؟ تنظيف لك الفاكيوم كده، فاكيويشن، سبحان الله، من الأحزان، من الهموم، ومن الغضب والكلام ده، بتطلع كل الديستريس اللي عندك ده كله. فطبعا أولا وأخيرا نعود لله. أنت تخلق السعادة، مفيش حد في الدنيا حزين، أنت اللي بتخلق الحزن، والشيطان بيساعدك على كده. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. الخوف ده بيعمل لك توتر وقلق. طيب يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه بقى؟ سبحان الله، انما النجوى من الشيطان. ليه؟ ليحزن الذين امنوا. انت اللي بتحزن نفسك، انت اللي بتخلق الحزن. انا عايزك بقى تخلق السعاده. كلما تقرب من الله سبحانه وتعالى بتكون انسان سعيد. اسال الله ان يجعلنا واياكم من السعداء في الدنيا والاخره ان شاء الله، ويبعدنا عن القلق والتوتر والمشاكل اللي احنا بنقابلها ديت. ويا ريت تعملوا ايه الفيديو ده، هو تبعتوه لبعض عشان ادلوا على الخير كفاعله ان شاء الله، ونكون متواصلين مع بعض باذن الله، نتذاكر لطاعة رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.